نبدأ بسم الله. المحاضرة الرابعة HCI، ماشي. المحاضرة الرابعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الديزاين باترن. هي محاضرة صغيرة يعني، شكل 17 سلايد، 16 سلايد، حاجة كده، ماشي. في الانترودكشن بيتكلم ان احنا كان عندنا ديزاين باترن، خدناها سوفت وير ديزاين باترن، خدناها ماشي، كان في كورس لوحده، تمام. ودي كانت الديزاين باترن. ان انا واجهني مشكله ما في الكود عندي، ماشي، انا هحلها ازاي، ماشي. ده في الكورس اللي خدناه قبل كده، تمام. انا مش واجهني مشكله معينه، باترن معين بيتكرر، فانا او مشكله معينه بتتكرر، فانا هحط لها باترن. الباترن ده احل بيه المشكله دي. طيب انا عندي بقى في ال HCI في برضو مشاكل بتظهر، ماشي، بس من الريسبكتيف بتاع اليوزر بتظهر، فانا عايزه ان انا برضو اعمل باترن يحلها، ماشي، او باترنز يعني انت حلها. فعشان كده في حاجه اسمها اتش سي اي ديزاين باترنز. اتش سي اي ديزاين باترنز ممكن تبقى يو اي ديزاين باترن، انتر اكشن ديزاين باترن. هي دايما حاجه تبقى ايه، ناخد بالنا منها ان هي حاجه لها علاقه باليوزر، ماشي. يوزر اكسبيرينس باترنز، يوزابيلتي انجينيرنج باترنز، ماشي، اند سو اون. فدي كلها اسامي الحاجه واحده اللي هي الاتش سي اي ديزاين باترنز. طيب هدفها ايه اصلا؟ هدفها او بتريبريزنت اليوزر اكسبيرينس، ماشي، ان انا عايزه احافظ ان اليوزر اكسبيرينس بتاعتي تبقى كويسه، تبقى تمام، مفيش اي مشكله فيها، تمام. طيب ف ده الهدف بتاعي يعني. فهنا مثلا بيقول patterns have the potential of transferring the design، مش عارف ايه كده، of HCI designers to software engineer، ماشي، who are usually unfamiliar with the UI design and usability principles. ال software engineer غالبا مش هياخد باله من الحاجات بقى اللي ليها علاقة بال non functional requirement، او الحاجات اللي ليها علاقة بال usability والكلام ده. هو مش هيكون aware بالكلام ده قوي او بال UI قوي. هو هيهم ان ال functionality تكون شغالة والكود يكون تمام using design patterns من ال respective بتاع ال software engineer. مش هيكون واخد باله ومش هيكون familiar مع ال ال UI design وال usability وال respective بتاع ال user وال user experience والكلام ده. طيب ايه هو ال difference؟ وخلي بالنا ان احنا كان الميد تيرم عشان كان جاي differentiate، ماشي. فا ايه هو بقى ال difference ما بين ال software design patterns وال HCI patterns؟ طيب ال software design pattern احنا عارفين ان هو about ensure ان ال software engineering concept through ال UI، ماشي. انا بتكلم من ناحية ال software engineer نفسه بيفكر ازاي. software design pattern هي بتتكلم من ناحية ال software engineering، ال software engineer نفسه بيفكر ازاي through ال UI، مش من خلال ال UI ده. طيب ال HCI design pattern is about ال user satisfaction، user يكون راضي، الى جانب ال software engineering concept، ماشي. ف ال HCI design pattern ده الفرق ما بينهم، ما بين ال HCI design pattern وال software design pattern. ال software design pattern بي ensure ال software engineering ده المهم بالنسبة له concepts، ماشي، through ال UI. لكن ال HCI design pattern هي أهم حاجة بالنسبة لها ايه؟ is all about ال user satisfaction، user experience يكون تمام، إلى جانب besides ال software engineering ايه؟ concepts. طيب أنا عندي بعد كده شوية definitions كده مهمة. أسفة. design pattern catalog او collection و pattern language. طيب الكلام هنا كتير قوي بس هو مقريدي كلمتين يعني. ايه هو الكتالوج او design pattern catalog او collection؟ هو عبارة عن ان انا يعني عملت زي repository كده او repository كده، ان انا حطيت فيها ال patterns، شوية patterns، مش شرط ان هم يكونوا related بنفس المشكلة. يعني مثلا احنا عندنا مشكلة معينة، ده مش شرط ان انا احط في ريبوزيتوري او في كولكشن او في كاتالوج باترنز ليها علاقه بالمشكله دي او بتحل المشكله دي بس، ماشي. انا بحط باترنز، ماشي، في مكان ما، مش شرط يكون في ريليشن شيب ما بينهم، ماشي. فهو عباره عن كولكشن من باترنز، من زون باترنز، ماشي. غالبا ما بيبقاش في ريليشن شيب ما بينهم. طيب لكن الباترن لانجوج هو العكس، هو اوريدي باترنز موجوده، ماشي، كلهم ليهم علاقه بنفس البروبلم او بنفس الدومين. هم كلهم مثلا بيحلوا نفس البروبلم او ريليتد بنفس البروبلم او هما within specific domain يعني، ماشي. طيب طبعا المفروض ان انا ايه بنافيجيت ما بينهم والكلام ده، ماشي. طيب هدفها طبعا ايه؟ هدفها ان هي تبقى ان انا اوصل
اعمل كاتيجرايزد كده للباترنز اللي عندي، واقدر ان انا اوصل اسرع ماشي وزن الريبوستر اللي عندي دي، اوصل اسرع للباترن يعني. دي بقى لو ال HCI design pattern component، وهنتكلم بعد كده ازاي already اعمل HCI design pattern. طيب عندي اول حاجة ال design pattern forms، اللي هو الفورم نفسها بتاعت ال pattern بتاعي. فال pattern written by UI designer ماشي، ده اكيد يعني ده بديهي ان هي تتكتب بـ UI designers ماشي. طيب وعندي منهم مثلا ثلاثة اللي هم الالكسندريان ماشي، والسوفت وير انجينيرنج فورم، والبورتلاند فورم. طيب ايه هو الالكسندريان؟ اللي هو formulated as a problem solution، حط لك المشكله والحل in a pair كده ماشي. طيب فهي بيحصل لها representation يعني في كام فورمات. ممكن نبص عليها لحظه لحظه كده ماشي، تعالوا نشوف كده. احنا عندنا هنا ده شكل مثلا للالكسندريان structure design pattern. انت بيبقى عندك بتمارك كده البروبلم، بتقول البروبلم بتاعتك، تكتب مثلا جملة او اتنين عنها، بعد كده تبدأ تكتب والله السوليوشن كذا 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 بشكل بولد يعني. انا بس كنت حابة ان احنا يعني ايه نشوف شكلها بس عشان الموضوع يبقى في دماغنا، بس يعني ايه ما اظنش ان حاجة زي كده نتسأل فيها يعني. احنا بس نكون عارفين ال Alexandrian form اللي هي عبارة عن ايه، ان هي بتبقى عبارة عن problem and solution ماشي. طيب ال software engineering form هي عبارة عن ايه؟ هي formulated يعني من respective بتاع ال software engineer نفسه ماشي. فهو formulated كأن software engineering هو اللي بيكتبها، software engineer هو اللي بيكتبها ماشي، فهي في ال software engineering domain. طيب ال Portland form هي عبارة عن ايه؟ هي patterns or formulated as a text كده، ان مثلا مش عارفه يعني كستوري شويه. اتش باترن هو بيقول مثلا اتش باترن ان ذا ميكس ستيتمنت ذات جوز سمثينج، ان هو مثلا حصل كذا فهعمل كذا، حصل كذا فيحصل كذا كذا يعني ماشي. طيب فده الثري فورمز اللي عندنا. طيب عندي بعد كده هنتكلم بقى عن الشويه برنسبلز مهم ان هي تكون موجوده عندنا. طيب ال HDI patterns should be organized to allow the user ان هم يفايندوا ال pattern بتاعتهم في large repository. مهم ان انا لو انا عندي repository فيها patterns كتيره، مهم ان انا اوصل لل pattern بشكل fast اكتر ماشي. ففي عندي principle لازم تكون موجوده مثلا في repository اللي عندي، مثلا هي learnability ان هو easy to use ماشي، تبقى effective تمام، الفلكسبيليتي ان هي تبقى فلكسبل، ما يبقاش مثلا دكتور خلاص مثلا ما يبقاش مثلا ان انا لازم افتح من براوزر معين مثلا. دي كده بتريبريزنت الفلكسبيليتي يعني، دي يعني بتريبريزنت ان احنا بنفايوليت الفلكسبيليتي ماشي. الروبوستنس ان هي تكون افكتيف سكسسفول كده يعني ماشي. طيب ما علينا. اوكي الريليشنشيبس ماشي، الريليشنشيبس اللي احنا عندنا ان انا لازم او مش لازم يعني، بس هو يعني المفروض ان يكون في ريليشن ما بين الباترنز وبعض ماشي. مثلا هم بيحلوا مثلا نفس البروبلم، فيكون في ريليشن. فالريليشنشيب بتوين ديزاين باترن اور ا كي كونسبت تو جين الريوز وللانديفيديوال ديزاين باترن، ده هيساهم في اليوزابيلتي وهيساهم انك توصل اسرع اكيد يعني ماشي. يبقى عندك فيو احسن نولج احسن يعني. طيب الادفانتج اوف ريليشن شيب ان هي بتسهل السيرش اكيد، النافيجيشن وكل الكلام ده. طيب فانا مثلا هنا لو انا عندي مثلا الشوبينج كارد، فانا عرفت ان انا ممكن استخدم مثلا مش عارفه الليست بيلدر، الويزرد، مش عارف ايه الحاجات دي ماشي، ودول كده اجريجيشن منها يعني، او دي ريليشن شيب اوف اجريجيشن يعني. فهنا بيقول مثلا في الالكسندريان فورم the user search for a specific design problem and based on، هو بيسيرش على design problem معينة، و based على ال query result بتاعته is possible to browse through the repository to identify the best match solution تمام. طيب فده يعني ايه كان حاجة تمام. السيمانتكس، السيمانتكس هي عبارة عن ايه؟ السيمانتكس هنا
فيها مصطلح مهم قوي، هو يعني بشكل ما كده الكرييشن بتاعه نفسه. يعني انا هقول وانا بكري الديزاين باترن نفسه، انا هقول ايه هو النيم بتاعه، الكاتيجوري اللي موجوده فيها، البروبلم، السوليوشن، الريليتد باترن. فهم لازم يكونوا اونتولوجي، يعني يبقى بنفس الطريقه بنفس الشكل متشابهين، ماشي. فالنيم مثلا، هو النيم بتاع الديزاين باترن، اقول هو ايه، ايه هو الكاتيجوري ان انا بكلاسيفاي الباترن ده، يعني في انهي كاتيجوري بالظبط، البروبلم اللي هو بيحلها واللي هو بيستخدم اما الاقي البروبلم دي، السوليوشن، ماشي، ان انا بحل البروبلم دي ازاي، وريليتد باترنز، في هل في باترنز ريليتد بيا او بتحل نفس المشكله مثلا. فدي اوريدي حاجه احنا يعني دايما بنعملها لما بنيجي اصلا نشتغل على اي بروجكت، اسم الكاتيجوري، البروبلم، سوليوشن، ريليتد باترنز. طيب عندي بعد كده الايفالويشن. هو طبعا يعني مهم ان انا، يعني اي حاجه مهم ان انا عشان اعرف هي كويسه، لا ان انا اعملها ايفالويشن. ففي بعض الباترنز هي تمام كويسه جدا، وفي باترنز تانية هي less valuable، هو مش ما بتديش value قوي، او يعني مش مهمه، او يعني مش احسن حاجه، ماشي. فاحنا عايزين نعرف يعني ايه هي الكريتيريا او الحاجه اللي انا ايفالويت بيها، والماتريكس معينه اللي انا اقدر ان انا ايفالويت بيها الديزاين باترن اللي عندي. فالفايندابيلتي، الفايندابيلتي ان انا ايه، ان انا اعرف الاقيها بسهوله في الكولكشن. طيب ايه هو الكولكشن عشان نفتكر، او الكاتالوج؟ الكولكشن او الكاتالوج هو ان احنا قلنا زي ريبوستري كده، لارج ريبوستري فيها باترنز كتيره، ماشي، almost هم ما لهمش، يعني ما فيش ما بينهم relationship، ماشي. طيب ال understandability، تمام، اللي هو ان ال ontology elements يعني تكون واضحة، ماشي، تكون clear and simple. يعني انا ال name بتاعها اسم معبر، الطريقة اللي بتحل بيها ال problem واضحة، ال solution يعني ال problem نفسها اللي انا بستخدم فيها الكلام ده، فهي تكون واضحة، ماشي، تكون helpful، بت ensure that each pattern is written in proper pattern form، تكون ال pattern form بتاعتنا مظبوطة، اللي هي الألكسندرية والحاجات دي تكون مكتوبة بشكل كويس، ماشي. طيب الثلاث حاجات دول كانوا ليهم علاقة بالإيه؟ بالكرييشن بتاع ال pattern. طيب عندنا بعد كده الحاجة اللي بعدها ال verification، mean the pattern based on empirical studies has a higher quality than the pattern based on personal experience، ماشي. ف ال quality بتاعته تكون أحسن based على إيه، على personal experience معينة. طيب عندنا بعد كده ال overall acceptability، ال acceptability اللي هي states how much a pattern user agree with the pattern's content، تمام، اي قد ايه الباترن ده بي اجري الباترن كونتنت، او اليوزر يعني بي مدي، يعني مش عارفه اقولها ازاي، حاجه لها علاقه شويه باليوزر اكسبتنس، يعني اليوزر تمام موافق عليها. طيب ستاندرايزيشن، ستاندرايزيشن هو عباره عن ايه؟ الستاندرايزيشن هي عباره عن ان احنا عندنا مثلا، عندنا مثلا هنا بيتكلم مثلا assume ان احنا عندنا design pattern for shopping cart، ماشي، which address the problem of storing product، احنا عندنا مشكلة دلوقتي، ماشي، او عندنا مشكلة معينة واحنا بنحلها، عايزين نحلها ب design pattern. فانت ممكن تحلها عندك two respective، ان انت ال respective بتاع ال software engineer، فتبدأ تحلها بقى بال OOP design patterns وال design patterns احنا خدناها عادية. وممكن عندك ريسبكتيف تاني ان انت عايز تحل المشكلة من ناحية ال HCI اللي هي Human Computer Interaction، فتستخدم ال HCI Design Pattern. فهما غالبا هما بيبقوا مكملين لبعض، او يعني بيشتغلوا مع بعض مثلا، ماشي. فعندي في connection ما بين ال patterns اللي هو ال use، ماشي، ان pattern A بيستخدم pattern B، ماشي، ده لو هو optional، ممكن تكون pattern A بي require pattern B، ماشي، لازم اكون عشان استخدمت عشان استخدم pattern ده لازم اكون استخدمت pattern ده. يعني alternative اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو هما الاتنين بيستخدموا في نفس ال problem،
او بيشيروا شويه حاجات عن البروبلم، بس هما بيدوا different solution. ماشي، conflict ان اتنين باترنز بي conflict مع بعض، يعني ما ينفعش يبقوا بيستخدموا مع بعض في نفس في نفس الديزاين ده يعني. طيب عندي بعد كده tool support، شويه tools. ماشي ماشي، بيحصل لها يعني او which or exploiting the use of HCI design pattern and the pattern libraries, the catalogs، الحاجات اللي اتكلمنا عنها يعني، ال pattern management tool والكلام ده. بس اللي احنا هنكون مهتمين بيه يعني هنا ال pattern library. ال pattern library هي من ال tools المهمة، وليها مثال تقريبا في ال slide اللي تحت اهو. ماشي، المين فيتشرز اللي فيها ان انت تقدر تدسكس الفانكشناليتي بتاعتك الموجوده في الباترن، يعني تشوف هذا باترن اديتور، انك تقدر تغير في السيمانتك اللي هي السيمانتك اللي هي الايه الانتولوجي دي، اللي هي الحاجه بتاعه النيم بتاعه الباترن، الكاتيجوري، البروبلم، سوليوشن، ريليتد باترنز، الكلام ده. طيب هذا باترن نافيجيتور، تقدر تنافيجيت ما بين الباترنز، وهذا باترن فيور، تقدر تفيو يعني او بتبروفايد ديفرنت فيوز يعني للباترن. تمام، طيب مثال على كده اللي هو الياهو. ماشي، فده مثال مهم يعني احنا نكون عارفينه. طيب خلينا بس المحاضرة خلصت خالص، بس خلينا نريكاب كده، وفي حتة قلناها مش بطريقة كويسة يعني نقولها. مهم ان احنا عارفين ايه، مهم ان احنا عارفين ان احنا عندنا اتش سي اي ديزاين باترنز. ماشي، دي من ريسبكتيف تاني غير السوفت وير ديزاين باترنز. اتش سي اي ديزاين باترنز بتهتم بالايه، بالنون فانكشناليتي. طيب ال HCI design pattern ليها أسامي تانية، وبتهتم بال user experience إن هي تكون تمام، ماشي، تكون مظبوطة، عشان ال software engineer مش familiar قوي مع ال UI design وال usability principles والكلام ده. طيب عرفنا في حاجة، في سؤال مهم يعني أصلا already نعمل يعني سلايد مراجعة كده يبقى فيها الحاجات اللي فيها differentiate والكلام ده، بس يعني ايه إن شاء الله الوقت يكفي. طيب ايه هو ال difference ما بين software engineer او sorry software design patterns وال HCI design pattern؟ software design pattern هي بتهتم او بت ensure ان ال software engineering concepts تمام مظبوطة through ال UI بتاعي. ال HCI design pattern هي بتهتم يعني او هي all about ال user satisfaction، user experience، user يكون راضي. الى جانب عندنا ال software engineering ايه concepts، عندنا basic definition اللي هي ال catalog design patterns او ال collections او الريبوزيتوريز اللي عندنا، ان دي عباره عن ايه، ان هي عباره عن باترنز موجود في مجموعه باترنز كده ما فيهمش ريليشن. لكن الباترن لانجويج هي عباره عن ايه، هي عباره عن كولكشن وكل حاجه، بس الباترن اللي جواها لا، هي ليها ريليشن وذن سبيسيفيك دومين او بتحل نفس المشكله. عندنا بعد كده الفورمز اللي عندي، الكسندريان فورم. الكسندريان فورم دي اللي هي عباره عن ايه، بتبقى عباره عن بروبلم اند سوليوشن. ماشي، سوفت وير انجينيرنج فورم هي عباره عن ايه، فورمليتد ل من الريسبكتيف او من الدومين بتاع السوفت وير انجينيرنج. ماشي، البورتلاند هي فورمولييتد از تكست باراجراف كده، اللي هو اتش باترن بيعمل ايه، جوز سمثينج، الكلام ده. ماشي، عندنا بعد كده الاورجنايزنج برينسيبلز. عندي برينسيبلز معينه لازم تكون موجوده عندي في الريبوستوري التريلا اوريدي الباترنز، ان انا عشان اليوزر يقدر ان هو يفايند بسهوله الباترنز بتاعته. طيب او الباترنز اللي عايزه، اللي عندي الليرنابيلتي ان هو يعني ايزي تو يوز، او ان هو يقدر ان هو يعني يبدا الانتراكشن بتاعه ويبقى الانتراكشن فيه افكتيفنس. عندنا الفلكسبيليتي، ان انا زي ما دكتور قالت المثال بتاع البراوزر، نفس كده دايما المثال بتاع البراوزر، ان انا يعني الابلكيشن ما يحجمنيش ان انا لازم افتح من براوزر معين. ماشي، ف دي من ضمن الحاجات بتاعت الفلكسبيليتي، افتكر الفلكسبيليتي دي يعني ريبوستنس، ان انا تمام انا بحقق ريزلتس كويسه. بعد كده ريليشن شيب، الريليشن شيب ان احنا عندنا لو انا حطيت ريليشنز ما بين الباترنز ده بيبقى افضل. ماشي، في السيرش اوف النافيجيشن، سوري في السيرش اوف النافيجيشن. تمام، بعد كده عندنا السيمانتكس. السيمانتكس ان احنا عندنا ان هي انتولوجي كده، حاجات شبه بعض. ماشي، عندنا زي دي علاقه بالكرييشن نفسه او بالشكل نفسه بتاع الديزاين باترن، النيم، الكاتيجوري، البروبلم، سوليوشن، ريليتد باترنز والكلام ده. بعد كده ببدا ان انا اعمل ايفالويشن. ماشي، ايفالويشن على اساس ايه، على اساس الفايندابيلتي، انا بلاقيه في الكولكشن بتاعي ولا لا، اندرستاندابيلتي ان هو الانتولوجي نفسها هل هي واضحه ومباشرة أو مش مباشرة، سامبل وكلير، هيلبفولنس هل هو بيساعدني فعلا الباترن ده،
الفيريفيكيشن هل هو يعني ان حاجه ليها علاقه بالكواليتي وده بيزد على بيرسون اكسبيرينس اوفر اول اكسبتابيلتي اليوزر بيجري على الكلام ده ولا لا على الباشن كونتنت. عندنا بعد كده الستاندرايزيشن ان احنا لازم نكون وفقا لستاندرد معينه ما بين مثلا ال التو باترنز مثلا بيبقى ما بينهم connections زي ال use وال alternative وال conflict with. بعد كده عندي ال tool support ودي الحاجات اللي فيها, وكان عن في library ال blogging tool اللي جواها ال blogging tool ال editor ان انا اقدر اغير semantic وال navigator اقدر navigate وال pattern view ان انا بتتيح لي يعني different view لنفس ال pattern. وكان عندنا مثال على ده اللي هو اليا بس كده.